انا تملي كده بحب ارجع ضيوفي لزمان. رمضان زمان معاك كان عامل ازاي؟ لا، رمضان زمان كان قصة تانية خالص. كان بقى الزينة طبعا، ونلم فلوس الزينة واللمض، ونعلق في الشارع، ونلعب بقى كورة بعد ما نعمل كل ده، اللي هو ليلة السحور دي. لا، تفاصيل حلوة بقى، والصحيان تاني يوم بقى، ونتفرج على المسلسلات. لا، كانت أيام حلوة أوي. توتة طبعا من عشاء الأكل. اه، سمعت إن أنت طلبت في لبنان مكرونة وايت صوص وجابوا لك الحلة كلها من المطبخ. اه والله العظيم، دي تخيلي حقيقة؟ بقى. اه طبعا عملوا احكي كده. لي بقى الموقف وكواليسه. هم عملوا كده، انا طلبت طبق مكرونة كده، رحت اكل مكرونة بقى وايت بالوايت صوص. صوص والحاجات دي. فقالوا لي، جابوا لي طبق صغير كده، وقالوا لي ده اتجاه في لبنان ومش عارف ايه، وان احنا، قلت لهم لا ماليش دعوة يا باشا، انا عايز اكل اشبع. فجابوا لي بقى، دخل جاب لي يعني حاجة شبه الحلة من جوه كده. ما كفتكش صغير؟ لا، هي ما تكفيش حد اعتقد. بعت لك عينه الدوحه الاول. طيب، وغير المكرونه توتا بيحب ياكل ايه تاني بقى؟ بصي، انا بحب اكل المكرونه البشاميل مكرون برضو. اه الصراحه، وبحب البفتيك، وبحب كل حاجه والله العظيم، بس الفاصوليا البيضاء هي اللي ما بتحبنيش. بس انا سمعت كده ان اكتشاف موهبتك كانت في السوبر ماركت. حقيقي؟ اه ده فعلا. ازاي؟ كنت بشتري فينو، وبعدين واحد شافني قال لي تحب تعمل اعلانات يعني، فقلت له اه موافق يعني، نفسي اعمل اعلانات وكده. فقلت له بس اسال ماما. فرحت اسال ماما، طبعا كنت قالت لي، صغير؟ كنت صغير جدا، كان عندي 7 سنين مثلا. انا دلوقتي عندي 8. والله كل ده عمان في سنة؟ اه سنة ما شاء الله. الحمد لله. فروحت قلت لماما، قالت لي لا، احنا مش بنعمل الحاجات دي وبتاع، وركز في دراستك والحاجات دي والحمد لله يعني. مركزتش في الدراسة. الحمد لله. لا لا لا، خلصت طبعا دراسة، وبعدين بدأت أفكر في الموضوع يعني. هو توتا كان فين يعني قبل ما أسرح مصر؟ الأول استنى، مين اللي سماك توتا أصلا؟ والله العظيم عارفة، أنا عايز أقول لك إن أنا اتسألت السؤال ده كتير قوي. وغالبا مش بعرف أجاوب عليه يعني. هو حد مش كان فاكر صاحبنا أصلا؟ في الجامعة. لا، حد كان صاحبنا في الجامعة كده، وسماني كده، وما سالتوش، عارفه، ما جادلتوش حتى. جت معاك توتا؟ فقلت له خلاص يلا، مش مهم، حلو، اللي يجي في ايدك حلو. قبل ما اسرح مصر، لا كنت في حته يعني، كنت اولا انا خريج كليه الحقوق جامعه عين شمس، كنت في فريق تمثيل كليه الحقوق جامعه عين شمس. وبعدين بعد ما خلصت كليه الحقوق، قدمت في مركز الابداع الفني عند استاذ خالد جلال، وحاجات كتير بقى عملتها، مش عارف، حلقه هنا، مشهد هنا، الحاجات دي يعني. وعملت في مسرح الدوله عروض، وعملت بره في الهواه عروض، في كل حته عملنا يعني الحمد لله. بس فكنا ماشيين بقى المشوار عامل كده يعني الحمد لله.